تقولوا لأبنائكم هذا محمد، يوم وصفه العربي وقال هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارخ ابن شالخ ابن عابرة ابن فالغ ابن ناحورة ابن يعرب ابن قحطان ابن سميدع ابن عادية ابن مضاد ابن عمري ابن أرفخشيد ابن سام ابن نوح ابن إدريس ابن شيث ابن آدم